ما حكم الاحتفاظ بالصور للذكرى؟ حرام، لا يجوز الاحتفاظ بالصور للذكرى، لأن هذا حرام. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وقال لعلي لا تدع صورة إلا طمستها، وأبى أن يدخل الغرفة التي علقت فيها صور حتى أزيلت. فلا يجوز الاحتفاظ بالصور إلا للضرورة، الصورة التي تأخذها للضرورة، الجواز السفر أو البطاقة الشخصية أو رخصة قيادة السيارة، هذه ضرورية تحتفظ بها للضرورة، أما غيرها للذكريات أو للفن أو ما أشبه ذلك أو للمناظر، هذا كله لا يجوز، حرام شديد التحريم. نعم.